الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آل أبو رميل الكرام، ممثلين بوالد العريس والعريس وأنسبائهم وأقربائهم وأصهارهم وأحبابهم وزملائهم وجيرانهم جميعا، وأخص أيضا من قد وضعتموه ليتحدث باسمكم، الأخ الحبيب صاحب قول كلمة الحق الدكتور إياد القنيبي. أهلا ومرحبا بكم، جئتم أهلا ووطئتم سهلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وألا يدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم آمين. قدر الله سبحانه وتعالى أن يكرمني الدكتور بلال أيوب ووالده وآل أيوب الكرام، وكذا أنسباؤهم وأصهارهم وزملائهم وأحباتهم أن أتحدث باسمهم، وهذا تشريف لي ومن أقدار الله سبحانه وتعالى ومن عظمة هذا الإسلام أن يتحدث شركسي جاء أجداده قبل أكثر من 100 عام ليكون سببا في رابطة خير بين أهل الخليل وأهل طول كرم، وإنما هي عظمة الإسلام، فالحمد لله على نعمة الإسلام. يا أحبة، أنا كما قال الأخ الحبيب الدكتور إياد، هنا نقف لنشهر، وما دام الإشهار هو السبب الرئيسي لوقفتنا هذه، فعندي رسائل 3. رسالة أولى أوجهها لي ولكم جميعا، وأتم شيئا بعد كل هذا الخير العميم الذي تفضل به الدكتور إياد، ورسالة بعدها خاصة لأبي البنات، ثم رسالة للعريس لا أزعم أني سأفرمه فيها فرما، ولكن قد أفعل، لكن بالحلال. أما الرسالة الأولى يا أحبة، والله هذا كلام أنا أكرره تقريبا في كل مكان، وأنا مقل في الحديث في الجهات، ويعلم الله أني لا أستطيع أن أتحرك إلا لمن أحب ومن أستطيع، وهذا كما قال الدكتور لا نزكيه على الله من أعز الناس إلى القلب، بيت كريم وأخ كريم. لذلك أنا لا أقف الآن أتحدث في جاهة، إنما أقف لأتحدث مستمتعا بالحديث عن إسلامي العظيم الذي شرفني وشرفكم أن لا نجتمع هذا الاجتماع إلا بسببه. أتم على ما قال يا أحبة، في الغرب وفي الشرق وفي الغرب خاصة الذي يعبده كثير من علمانيي وماديي العرب، لا يحتاج الشاب كي ينام مع فتاة أكثر من ربع ساعة في بقها، أو لا يحتاج أكثر من سيارة فارهة دون سقف ليطوط لها بالزامور فتركب معه بعد ليلة أو بعد عصير أو بعد غداء أو عشاء، يرميها في الصباح إلى حيث تلقى الأشياء في المزابل. وكما تفضل، لا ود ولا رحمة، قتل للمعاني، قتل للإنسانية. انظروا إلينا الآن، عددنا قد يجاوز 100 يا أحبة، كلكم أهل كرم، بيننا أصحاب عقول، أصحاب رؤوس كبيرة، وأصحاب أموال، وأصحاب جاهات، وأصحاب انشغالات ومصالح. كلكم تركتم مشاغلكم وتركتم التزاماتكم وتركتم وقت استراحتكم من أجل أن يجتمع شاب بفتاة، فالحمد لله على نعمة الإسلام يا أحبة. والله نحن ما زلنا نعيش في بقايا فتات الإسلام، ولا ندرك خيره إلا حينما ننظر إلى غيرنا. درست الدكتوراه في مجال مقارنة الأديان في المملكة المتحدة بريطانيا، عندهم هناك عادة، وهذه أقولها فقط تتم على معنى ما معنى الخير الذي نعيشه وربما قد لا نستشعره. عندهم هناك عادة أن الحكومة ملزمة بإجراء دراسات تعلن نتائجها علنا على ما يسمى بالإعلانات الكبيرة، بالبيل بوسترز هذه الكبيرة، يعني الحكومة ملزمة بالقانون أن تجري دراسة حقيقية وأن تضع الأرقام ليست في الجرائد وإنما على الإعلانات كإعلان تجاري على الأقل 3 إلى 4 أشهر حتى يعلم الناس نتائج بعض الأمور التي عندهم. أقسم بالله أني قرأت إعلانا تقريبا بين العام 1999 أو 2001، لا أذكر بالضبط، بقي لحوالي 4 أشهر، خلاصة دراسة الحكومة البريطانية لدراسة اجتماعية تقول، سأذكر العبارة باللغة الإنجليزية حتى يتلقاها من يعرف اللغة بروحها ثم أترجمها،
العبارة تقول 60% of females in the UK have had sex by reaching the age of 12. 60% من الإناث في المملكة المتحدة بوصولهن سن 12 يكن قد مارسن الجنس. المنطق الرياضي والبدهي والاجتماعي يقول إذن على الأقل 40% يكن قد مارسن الجنس بوصولهن 11. والمنطق الرياضي يقول 10% بوصولهن 10. والمنطق الرياضي يقول 5% بوصولهن 9. ويتحدثون عن زواج الصغيرات في الإسلام، ويتحدثون عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لماذا تزوج عائشة الذي ربما ربع دماغها يساوي نصف أمة العرب الآن صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. هذا هو ديننا العظيم يا أحبة الذي يجمعنا الآن تحت هذه الجمعة، ونستظل تحت ظل رحمته. يا أحبة، العنوان الذي أضعه حول الرسالة الأولى، نحن الآن مجتمعون بسبب عنوان اسمه العفة والطهارة. ولا أمة على سطح الأرض وأتحدى تعرف معنى العفة والطهارة التي يعرفها عباد رب الكون إلا نحن، ويجب هذا الخير أن ينتشر في العالم. هذه الرسالة الأولى. أما الرسالة الثانية، لأني أطلب أو أجيب باسمي أهل الفتاة، فلا بد من رسالة لأولئك الذين يعيشون في المجتمع، وأرجو أن أكون سببا في أن لا يخرج أحد من هنا يا أحبة إلا ويحمل هذه الرسالة. كثير منكم عنده بنات، أو كانت بكره بنت كما هو ربما حال الدكتور، وأنا بكري بنت أيضا. في المجتمع شو عندك بنت؟ أنا كان عندي 3 بنات ثم جاء الولد. كم عندك بنت؟ يلا الله يعوضك. طب مين قال لك إن أنا زعلان؟ قديش عندك بنتين؟ يلا الله يجبرهم بالولد. قديش عندك 3 بنات؟ الله يعوض عليك يا رب. يا عمي ومن قال عني أشكو؟ أي تخلف هذا؟ أي إجرام هذا؟ من كانت له بنتان فرباهما فأحسن تربية وكانتا له إيش؟ عتقا من النار. طب يا رسول الله، بنت؟ ومن كانت له بنت فرباها فعتق. لم يقل هذا عن الأولاد. عائشة رضي الله عنها كانت إذا سمعت أن إحداهن قد ولدت لم تكن تسأل عن الذكر والأنثى، إنما ماذا كانت تقول؟ كيف صحت الوالدة وكيف صحت المولود؟ يا أحبة، لا أحد يعرف منا أين الخير في الذكر والأنثى. كم من الأولاد الذكور كما يقال باللهجة العامية، ولسنا نتفق، يقول عبد أهل العجل. اللهجة العامية هداية عن إيش؟ أراهم جهنم في الحياة الدنيا والذي كانوا ينتظرونه. وكم فتاة كانت مكروهة لأنها فتاة لم تفعل شيئا، هي الوحيدة التي بقيت لأمها وأبيها، وهي التي رعت وهي. لذلك رسالة أقولها يا أحبة، فلنتق الله سبحانه وتعالى ولا نعود إلى الجاهلية الأولى. البنات الحبيبات المؤنسات الغاليات، ومكانة الأنثى عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يا أحبة، زعيم وقائد روحي ونبي وقائد دولة عسكري، في مرض موته ينازع: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، خيركم خيركم. انتهى في موقع آخر: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. في ظلال هذا المعنى الثاني سأختم بالرسالة الثالثة إلى الأخ الحبيب الأخ محمد حسين أبو رميلة. أسأل الله سبحانه وتعالى يا أخانا الحبيب أن يجمع بينك وبين عروسك لميس بلال أيوب على الخير، وأن يبارك لكما وأن يرزقكما الذرية الصالحة. ولكن لا بد من كلمة نقولها لك: يجب علي أن أذكرك بأن تتقي الله في زوجك. فإذا حصل، وهذا تتمة للمعنى الرائع الذي ابتدأ به الدكتور إياد. يا أحبة، الدكتور بلال، اعذروني أنا هذا مشاعري الآن. تخيلت نفسي كأني أتحدث عن ابنتي، والله أنا أعتذر. هذه الفتاة ما أظنها إلا ربيت مدللة مصونة كريمة في بيت أبيها، وما أحسبها عند هذا الكريم إلا تربت كذلك
وما أحسبها إلا تربت كذلك عند أمها الكريمة بنت الكرام. ربما أتوقع أحسب أن الدمعة إذا كانت ستنزل منها لم يكن يدعها تنزل إلا أن يلتقطها قبل أن تصل الأرض، وإن وصلت الأرض لربما لسع بنفسه وبروحه كي يزيل سبب نزول هذه الدمعة. واعلم أخي الحبيب محمد، هذه الفتاة ستكون أمانة بين يديك. اعلم ما يسيئها يسيء أهلها، واعلم أنها ربما إذا غضبت وبكت قد ترضى في الليلة التي تليها، ولكن ربما لا ينام أبوها وأمها شهرا كاملا إن علما أنها قد تضايقت أو بكت. لذلك يا أحبة، الكلام الفاضي لا قيمة له، فقط هي هذه هدية من الله إليك رباها أو أبوها وأمها على ما يرضي الله. من بعد هذا الوقت ستصبح أمانة بين يديك، وهي إن شاء الله هدية من هدايا السماء إليك، فاتق الله فيها أخي الحبيب محمد. وقبل أن أختم يا أحبة واعذروني، لكن كما قلت لكم أنا بكري بنت أيضا، والإنسان تخيل لوهلة كيف سيتحدى، والشعور ليس يعني أنا أستشعر مع أخي الدكتور بلال، الموضوع ليس سهلا أن تخرج بنتك من البيت، يعني الشاب لسه شوي غير، يعني يكون أصلا طالع ومتحدث وقد حاله ومخاف، لكن شعور الأب على ابنته شيء عجيب جدا غريب جدا، وأكيد بعضكم قد جرب هذا الشعور. في سياق أختم موضوع في موضوع التقوى وخلق النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر قصة أحب دائما في مثل هذه الجلسات أن أذكرها. طبعا كلكم تعرفوا قصة عائشة رضي الله عنها لما غارت من زينب التي كانت تساميها وتنافسها على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما بعثت بصحن الحلوى فرمت عائشة بالصحن وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالوضع الطبيعي بالمنظومة العربية ينبغي بالرجل العربي أن يغضب غضبا أو أن يشتم أو حتى أن يضرب ولا يلام عرفا. ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن فعل ماذا؟ قال: غارت أمكم، غارت أمكم. لكن القصة التي أنا أحب أن أختم بها دائما قصة صفية. انظروا يا أحبة إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع زوجاته. دخل حبيب المصطفى يوما إلى بيت صفية فوجدها تبكي، وصفية لمعلوماتكم هي بنت حيي بن أخطب، حيي بن أخطب زعيم بني النضير، وهو من ذرية هارون عليه السلام، وهو حبر من أحبار اليهود. فدخل وجهها تبكي: لما تبكي يا صفية؟ بعض زوجات النبي أو إحدى زوجات النبي يعني بين قوسين باللهجة العامية هوش الضراير، متزعلين مع بعض طبيعي. واحدة فيهم قالت لها: يا ابنة اليهودي، يعني باللهجة العامية روحي، ما أنت بنت يهودي. فتخيل، فجاءت تبكي، طب ماذا تفعل؟ ليس بيدها. الآن الوضع الطبيعي، نتخيل أنفسنا يا أحبة، تخيل نفسك دخلت وزوجتك تبكي من شخص يخصك لك عليه سلطة، ماذا يمكن أن تفعل؟ كيف يمكن أن يتحول الغضب؟ انظر الحكمة النبوية التي بسببها البيوت تكون مليئة بالمودة والرحمة. قال: يا صفية إن عادوا لك فقولي لهن: جدي نبي هارون عليه السلام، عمي نبي موسى عليه السلام، زوجي نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما لكن؟ تقول بنت يهودي؟ طب بنت اليهودي هاي جدها نبي وعمها نبي وزوجها نبي، فما لكن؟ فما عدنا بعدها أبدا إلى مثل هذا القول. الحكمة في التعامل مع زوجاتنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى يا أحبة أن يبارك للزوجين. وبالمناسبة دوعة ديننا لم يجعل الزواج زواجا واقترابا بين زوجين، ولا حتى بين عائلتين، بل بين عشيرتين، بل ربما بين بلدين ومنطقتين. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تبارك لآل أبو رميل الكرام ولآل أيوب الكرام في هذا الزواج، وأن تجعل هذا سببا في الود والرحمة والتناسب والتصاهر والقرب بينه وبين كل من حضر، ولا يخرج أحد منا إلا وقد غفر له، وجزى الله خير الجزاء من جعلني أتحدث باسمه، لست بخيركم وإنما شرفوني بالحديث. يا أحبتنا، وأخاطب من تحدث باسمكم، فضيلة الدكتور إياد القنيبي صاحب كلمة الحق كما أحب أنا أسميه وهو كذلك، صلى الله أن يرفع من شأنك وقدرك يا دكتور. طلبكم مجاب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم العريسين وأن يجمع منه على خير. وفي عاداتنا اشرب قهوتك. حياكم الله. الله يجزيكم خير. ألف مبروك. مبارك للجميع يا أخي. مبارك يا أخي. الله يجزيكم خير. مبارك يا دكتور. الله يجزيكم خير.